يقول السائل: سعيت 4 أشواط وانتقض وضوئي، فذهبت فتوضأت فرجعت وأعدت السعي من جديد، هل في ذلك شيء؟ السعي ولا الطواف؟ سعي. ما هو بلازم تعيده من جديد، تبني على الأشواط، تبني على الأشواط، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة. أما لو كان في الطواف نعم، هذا لابد من الاستئناف، لأنه يشترط للطواف الطهارة.